يا صباح الفل، هاجي لكم النهارده بطريقه غسل الايد مهم جدا عشان محدش ينقل الامراض لنفسه من غير ما يقصد. مبدئيا كده حاول ما تجيبش ايدك ناحيه المنطقه الوش دي خالص، لا عينك ولا مناخيرك ولا بقك ولا حتى ودنك. من الاخر استحمل. رقم 2، لما تخش تغسل ايدك تغسل ايدك هم 5 حاجات بتعملهم، عشان كده 1 2 3 جامد، وبعد كده 4، وبعد كده 5. يبقى 5 حاجات لغسل الايد، نقولهم تاني مع بعض عشان نحافظ نذاكر كده. 1 كده، 2 كده، 3 كده، 4 وبعد كده 5، عشان اطرافك والضوافر بتاعتك تبقى تأكد انها اتغسلت تماما بالميه والصابون. بعد كده بتغسل ايدك كويس جدا بالصابون، ولو انت في مكان عام في مناديل، مكان يعني في مناديل، تمسك المنديل تنشف، وانت بتنشف تمسك واحد تفتح بيه الاكره وتطفي النور. مهم جدا انك انت بعد ما تغسل ما تعرضش نفسك للسطح، وبعد كده ما تبدأش تحاول تلمس منطقة الفيس دي خالص، تبعد عنها خالص، منطقة العين والودن والبق واللسان نبعد خالص. يعني انت مثلا فرضنا احنا غصب عننا كشعب متعودين ندعك في عينينا، ندعك في بقنا، نحط ايدينا كده اهوت، فاحنا نحاول الفترة دي تعدي على خير بدون اي لمس اي منطقه من المناطق اللي انا اتكلمت عليها. لما تيجي تكح تكح كده، ما تكحش كده، ما تستسكاش، ما انت هتستسكى وانت برضو هتيجي تسلم على حد كده. لكن انت لما تيجي تكح كده اهوت، يبقى الفيروس، لو قدر الله ان في فيروس، كلنا بنكح عادي خلاص، بيجي في المنطقه دي، محدش بيسلم بجوع ولا حد بيمسكك من عند الجوع، والفترة دي فترة حساسة جدا، وممكن ناس تزعل من ناس، وناس تتضايق من ناس، وناس تبقى مش طايقة ناس. نستحمل بعضنا، احنا في وباء عالمي الى حد الان، وباء عالمي بانديميك، وباء ما يعلم بيه الا ربنا. فانا عايزكم طرق الوقاية، غسل الايد زي ما انا قلت في اول الفيديو، مهم جدا تغسل ايدك، ومهم جدا بعد ما تنشف بمنديل تمسح، بتفتح الاكره بنفس المنديل وترمي المنديل في الباسكت وتقفل عليه. ويا رب ايه، وصباحكم زي الفل.